صحيتو يا الخوا يا جزائريين يا أحرار، الذي أحبكم. اسمع، الخنزيرة، قناة الخنزيرة القطرية. طيب، أريد فقط أن تؤكد لنا إذا أمكن العقيد طيار أحمد عن خبر مفاده أن أسرى جزائريين تم إلقاء القبض عليهم في أجدادية، هل لك أن تؤكد لنا هذا الأمر؟ سيدتي، أفضل أن تشاهدوا ذلك بأم أعينكم وعلى شاشة قناة أو منبر الحقيقة الجزيرة إن شاء الله في وقت لاحق، حتى يتأكد الجميع مما أثير من تساؤلات. هو أحد هذه الأسئلة أن صحيفة برافدا الروسية ذكرت منذ 4 أو 5 أيام بأن هنالك ما بين 100 إلى 150 مرتزق من بيلاروسيا دخلوا إلى ليبيا عن طريق الجزائر، وهم مجموعة من الطيارين ومن قادة الدبابات ومن الفايزرز المستشارين. الآن أيضا سؤال آخر، ذلك الرتل الذي تم قصفه ليلة البارحة وفجر هذا اليوم، ما كانت وجهته ومن أي جهة أتى؟ أفضل أن لا أجيب مباشرة على هذا السؤال، ولكن هنالك من سيقول لكم الحقيقة على منبر الحقيقة قناة الجزيرة. في انتظار ذلك أريد أن أسألك فقط تعليق سريع على ما نقلته وكالة أنباء AFP قبل قليل عن أمين عام حلف الناتو بقوله لا حل عسكريا للنزاع في ليبيا، ما تعليقك؟ راكم سمعتوا يا الخوا لانفورماسيون كيفاش تتمد، راكم شفتوا. اولا هي قالت بان دي مارسونير الجيريان، جزائريين من جنسيه جزائريه. هذا الليبي ماذا قال لها؟ قالها يقال بان روسيين هذوك اذاعه روسيا ولا ماشي عارف باللي دخلوا، يعني موش جزائريين، دخلوا من التراب الجزائري. هذا النبا ضد الجزائر وضد ليبيا، لان دور قطر الان عن طريق الخنزيره هذه تريد ان يكون مشكل ما بين البلدين الجزائر وليبيا. سنتكلم على المرتزقة. مرتزقة ياك، واش قالت؟ واش سموهم هذوك؟ الله ما على بالي كاع. طيب، أريد فقط أن تؤكد لنا إذا أمكن العقيد طيار أحمد عن خبر مفاده أن أسرى جزائريين تم إلقاء القبض عليهم في أجدادية، هل لك أن تؤكد لنا هذا؟ دونك جزائريين، ما قالش دونك، ما قالش يعني جزائري صابوهم بلي بياس ديدونتيتي الجيريان. يا الخوا ان مرسونير وهدي في العالم بأسره، ان مرسونير الجنسية تاعو لا محل لها، لا محل لها، لأنه شغل لي بيرات يخدم على نفسه، راهو خدام. الدول تكري هاد لي مارسونير هادو باش يحلوا مشاكل تاع قتيله تاع حرب، ولي مارسونير هادو ينو با لو ستاتيو دا كيحكموهم باغ اكزومبل دا ميليتير باغ اكزومبل بريزوني دو غير، ما كاينش بريزوني دو غير، يقتلوا يذبحوا يسي يكوني لي ريسك. مارسونير واحد ما يهضر عليه يسمى ولا حكموه مات، اي ولا مات ما طفرت فيه، هذا هو لو مارسونير. والمارسونير كاش جنسية، سي لا اون ناسيوناليتي، يعني هاد سان ابسوليمون ريان افوار. وهادو سون دي جون لي او بيان يزام لا غير ولا بيردو ولا في أزمة مالية كبيرة، ولهذا يتطرقون إلى هذا الأشياء. واللي مارسونير كاين في العالم بأسره،
هما لي بلو ريبوندي سي لي سلاف هذوك تاع بوسنيا هرزيغوفين لا سربي لا كرواسي يعني انورمومون داخلين في لي جون اترونجير وشنو هذوك عندهم كود يعني عندهم قانون ولكن ils ne sont pas considérés comme des militaires يعني comme des ولهذا هي تقول الجزائر الجزائر قولي دي مارسيلير قولي دي ميم سي سون دي زاجيريان هنا لا ناسيوناليتي ما تدخلش ماهيش لازم تدخل ابدا لان ما عندها حتى علاقه مع الجنسيه ولكن الخنزيره تريد ان الجزائر تكون مشبكه ولكن لن تشبك وأنا أقولها لكل القطريين الذين يسمعونني نحن لن ندخل في لعبكم لأنكم أنتم لن عندكم ولا شرف ولا أي شيء والصهيون يقودونكم من ودنكم ونعل الله عليكم كلكم من الملك الوسخ تاعكم حتى آخر قطري باني فصيت الباقي فصيت كي برد قلبي والله غير بردتو بيا بيا يا خالتي والله العظيم غير بردتو بيا بيا وسيت لا فيديو رحت عطيتها بتدويشة ريلاكساسيون ريلاكس ماكس عاود وليت من بعد شفت الفيديو من بعد شفت به هربكم نط من الكرسي بديت كنت قدامي واحد من هنا الله غير نقتلو اي تي بير تي بير طون سون فروا تي بير تو تي بون دي تريك باراي يا ربك هادو عباد هادو هادو عباد il veut par tous les moyens par tous les moyens تكون الجزائر بالدم هو المقصود تاعهم هادو عباد هادو نميمة نميمة والله الإسلام أنا أين هو الإسلام الروا تاعهم كيفاش رجع روا هاي يحكي لنا برك كيفاش رجع هو روا اللي راهي يدور في تل أبيب هم لي زيماج كايب ما زلت تشوفوا في الجزيرة هذه دوش تبعتوا لي دي فيديو ديال الجزيرة الحمد لله والله الخنزيرة هذه يا خوي باين 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 سي با بوسيبل المرسونير ما هو كان ستاتيو ما عنده حتى ستاتيو جزائري ولا مغربي ولا فرنسي ولا كرواتي ولا كرواتي ولا كروات الجنسية اللي انت تدخل انت تدخل اذا فيه جيش جزائري دخل حكمه جيش عسكر تاعنا انت ما داكور تستطيعون ان تقولوا جنود جزائريين وانما مرسنير عمرها ما t'accompagner dans la nationalité. Je vois les journaux de télévisés du monde entier qui parlent aux mercenaires, alors ils parlent dans la nationalité, parce que ça ne concerne nullement le pays. Allah a strahti a qalta a zda. Nhebes, nuskut, istibla attam, istibla attam. Tahir Jazair, lil abad, lil abad, lil abad.